مساء الخير على حضراتكم جميعا مشاهدي قناة زيزو تيوب، اهلا وسهلا بيكم. النهاردة بنكشف بالادلة والمستندات حقيقة الخناقة اللي حصلت ما بين لعيبة الاهلي ولعيبة الهلال في ممرات استاد القاهرة الدولي، واللي كتير من جماهير الاهلي دخلوا هجموني بسببها وكدبوني وقالوا لي ازاي تقول ان لعيبة الاهلي هم اللي قاموا بالخناقة الاول، واكدوا ان لعيبة الهلال هي اللي قامت بالخناقة الاول. النهاردة هنكشف بالادلة وبالمستندات ومن مواقع مصرية مش مواقع سودانية ولا مواقع لاعداء يعني لا سمح الله، وهنكشف كمان بحقيقة من تصريحات لاعبي الاهلي انفسهم اللي بتؤكد ان هم اللي ابتدوا الخناقة. تعالوا نبدأ النهاردة بجريدة الدستور اللي نزلت عنوان بيقول علي لطفي وياسر إبراهيم يشتبكان مع لاعبي الهلال. طبعا الخبر ده كان بعد المباراة مباشرة، وزي ما هو واضح الوقت والتاريخ التفاصيل قالت الجريدة ان عقب المباراة اشتبك اللاعبين بالايدي بين لاعبين الفريقين سواء الاهلي او الهلال، وقالوا في الاخر ان جاءت الاشتباكات من جانب لاعبي الاهلي ردا على ما حدث في مباراة ام درمان. يعني البداية كانت من لاعبي الاهلي، مش زي ما جمهور الاهلي بيقول ان البداية كانت من لاعبي الهلال السوداني. الجريدة التانية اللي معانا جريدة الشروق اللي قالت انه اثناء مغادرة لاعبي الفريقين الملعب عقب نهاية المباراة نشبت الاشتباكات، وقالوا ان وجه علي لطفي حارس مرمى الاهلي رسالة الى لاعبي الهلال عقب نهاية المباراة، قال لهم وهم رايحين غرف قلع الملابس على بلادكم وارجعوا، واسفرت الاشتباكات عن اصابة احد افراد امن النادي الاهلي. النهاردة معانا موقع تاني قال على بلدك وارجع، لاعب الاهلي يتسبب في مشادة عقب مباراة الهلال وحدوث اصابات. التفاصيل جت معانا في موقع بطولات اللي افاد برضو في نفس الكلام ان الاهلي اللي كان اتعرض لهزيمة على ايدي الهلال في السودان قامت لعيبة الاهلي بالاشتباكات. ومعانا موقع 365 سكورز اللي قال ذكر مفادنا من داخل الملعب ان علي لطفي اشتبك مع عوض عثمان طبيعي فرق الفريق الهلالي بعد المباراة. نفس الموقع قال ان ياسر ابراهيم اشتبك كمان مع لعيبة الهلال بعد المباراة وبدأ هو بالاشتباك وردوا لعيبة الهلال بإلقاء الزجاجات. تعالوا بقى هنا نشوف المفاجأة ان علي لطفي على الانستجرام بيقول لياسر يلا يا ياسر، ياسر قال له في ظهرك يا اخويا، رد عليه فعلا على الانستجرام ياسر ابراهيم وقال له في ظهرك يا اخويا، ورد عليه علي لطفي وقال له اخويا، وده من الحسابات الرسمية الخاصة بلاعبي النادي الاهلي على الانستجرام. تعالوا نشوف كمان عمرو السولية دخل في نفس التعليق على الانستجرام وبيقول له انت كياد قوي، وعلي لطفي مبسوط وبيضحك وبيغمز له، ده بيأكد ان هو اللي عمل كده. محمود كهربا قال لهم وبعدين انا اقع، رد علي لطفي عليه وضحك لانه وقع فعلا بعد ده.